أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وفينا ساكن قلبي. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. علاش أولادنا تحت جناحنا؟ لأن أولادكم هما أولادنا. وانتم يا أولياء عندكم تساؤلات فيما يخص تربية أولادكم في حالات معينة. على هذا الشيء اللي رانا هنا اليوم مع أخصائيين باش نتكلموا على حالات معينة. واليوم الموضوع نتاع اليوم موضوع مهم هو ليبر أكتيفيتي، كثرة الحركة وعدم التركيز، وكاين اللي يسموها الحركة المفرطة، يعني الأطفال اللي يتحركوا بزاف، تسيبوا يمشي في كل جهة هكذا ما تقدرش تتحكم فيه. هذا بينا اليوم مع أخصائيين نتكلموا على هذا النوع من الأطفال، كيفاش نتعاملوا معهم؟ هل هذه حاجة خطيرة؟ هل هذه حاجة تعالج؟ هل هذه حاجة كيفاش تعالج؟ هل يجب عرضه على أخصائي ولا لا؟ لا؟ اليوم راح نجاوبوا على كامل هذه التساؤلات مع أخصائيين. معنا اليوم الأستاذة في علم النفس تفاحي هانية، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة، شرفتينا شرفتينا. تفضلي تفضلي تفضلي. معنا كذلك الأستاذ 39 سنة في سلك التعليم السيد نور الدين لابري، مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. تفضل تفضل. شكرا تفضل تفضل. تفضل. ومعنا كذلك ولي أمر، أب يجي قسمنا التجربة نتاعو مع وليدو مع وليدو. معنا اليوم بزينة حسين، مرحبا بك. مرحبا بك مرحبا بك حسين، شرفتنا شرفتنا. تفضل تفضل. يا الله بسم الله. كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل، باش انتم يا أطفال كذلك ديروا الواجبة نتاعكم بانتظام. معنا آية، تعالي 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 بنتي تعالي. واش راكي بنتي؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. شحال في عمرك آية؟ 11. الله، 11 يوم؟ 11 سنة. 11 سنة، الله يبارك. واش سنة درسي؟ بروميير اني في الليسي؟ في سيام. سنة أولى متوسط، الله يبارك بنتي. كيفاش ديري الواجبات نتاعك؟ تخليها تراكم عليك، ديريها بانتظام، حتى ماما تقول لك روحي ديري الواجبات ولا وحدك؟ كيفاش؟ نديرها بانتظام. بانتظام، وتسناهم هما يقولوا لك ولا ديرهم وحدك الواجبات؟ مين داك يقولوا لك؟ روحي تقراي يا أخي وتاخذي الراي. أي برافو بنتي، روحي للمكتب هذاك، ديري الواجبات تاعك. وأنتم ثاني يا أطفال، لازم تديروا الواجبات المدرسية تاعكم بانتظام باش تنجحوا، لأن النجاح أجمل هدية لوالديكم. مرحبا بكم مرحبا بكم. كثرة الحركة وقلة التركيز كما يقولون النشاط المفرط، النشاط المفرط بزاف الأولياء اللي يتعرضوا له بزاف. مثلا تروح أنت تضيف عند الناس ولا يجوك ناس ضياف ولا يجيك واحد من الأقارب، ولا بالمرات تلاحظ أنه وليده ولا بنته يتحرك بزاف. نتسألوا نتسألوا، يا هل ترى بكري نوصلوا حتى ناخذوا بعض الافكار المسبقه على هذا الشيء؟ قال بالك الطفل هذا والديه ما اعتناوش به، بالك كذا. ولكن اليوم عن طريق العلم، عن طريق علم النفس وكامل، ولات معروفه هذه الحاله هذه. ماذا بينا اليوم الاولياء اللي ما يشوفوا فينا يتسالوا على الليبر اكتيفيتي هذه، يا هل ترى هي حاجه خطيره ماشي خطيره؟ مع من نتكلموا؟ مع اي اخصائي نتكلموا؟ ماذا بينا نبداو بك السيده تفاحي هانيه، مختصة في علم النفس. ماذا بينا تشخصينا هذه الحالة هذه، هي هذه الحالة كيفاش الأولياء يقدروا يعرفوها، وهذه الأولياء كيفاش يقدروا يتعاملوا معها؟ أشكرك أستاذ يزيد على هذه الدعوة والسلام عليكم. مرحبا بك. بالنسبة لليبر أكتيفيتي أو النشاط المفرط، وهذا المصطلح كي ناخذوه دائما يمشي معه مصطلح آخر وهو نقص الانتباه، لأن الطفل الكثير فوالا لأن الطفل الكثير الحركة هو الطفل الذي لا ينتبه ولا يركز. دعوها منا. نقص الانتباه هذا يبدأنا في السن 3 سنوات، تقدر الأمهات أنها تقول أو تكتشف بعض الأعراض اللي تلقاها عند الطفل، تقول لك أنه ليس طفل عادي كباقي الأطفال،
من بين هذه الاعراض اللي نقدروا نشوفوها مثلا الطفل ما يقدرش باغ اكزومبل في الطابله تاع في لاطاب تاع لا كويزين كيكونوا قاعدين ما يقدرش يقعد معتدل، يبدا يزغد رجليه مثلا، كيمس الصحن يقدر يطيح الكاس، يقدر يطيح القاروره مثلا، كيكونوا يهضروا كيكون حوار يتدخل بلا ما يحترم قواعد الحوار اللي رانا ندرسوها في السنه الثانيه وسنه الثالثه ابتدائي، اللي تقول لك باش ندير حوار باش نتدخل لازم استاذن. هو ما عندوش الاستئذان في جميع الميادين، مثلا لا يستاذن لا في الكلام ولا في الاكل ولا في اي شيء ممكن يقدر يديره. ونلقاو كثير الحركه هي معروفه اكثر عند الذكور بارابور للبنات. احنا لو كان نشوفو نقولوا باغ اكزومبل البنات هما اللي خفاف، ولكن هذا يحدث العكس. نعم نجد. هل هي حاله خطيره؟ هل هي حاله وين لازم الهلع؟ هي ليست حاله خطيره ولكن لا يستهان بها، لان علاش هذا الطفل يكون ايبر اكتيفيتي بعد راح ياثر في العلاقات الاجتماعيه، العلاقات المدرسيه مع زملاء الى غير ذلك. لازم ناخذوها في الوقت المناسب، لان كل علاج مبتدئ مبكر يعطينا نتائج افضل. فوالا، وهي ليست حاله خطيره وانما هو عباره، كي نعاود نقولوا هو واش معناتها، هو عباره عن سلوك مستمر متكرر يقوم به ذلك الطفل. واش معناتها؟ معناتها ما تكونش عنده القدره على التركيز، على الانتباه، على قيام بنشاطاته اليومية والمدرسية. كذلك نلقاو عنده أنه لا يهتم بذلك الشيء ويكون معتدل، لا يهتم بذلك، عدم الاهتمام. لازم مباشرة يكون، باسكو قلنا لاج دو 3 ان سيتادير، سوا راح تكتشفوه، يكتشفوه الاولياء في البيت، وعاده يكتشفوه هما قبل ولا في الحضانه، فوالا قبل ما نكتشفوه في المدرسه. ولكن هما غير يعرفوا، يعني الحاجه الاولى اللي لازم نقدروا نديروها بيان سور الطفل هذا يروح للبيدياتر. بيدياتر هي اللي تقول لك كاين لو سين دي بار اكتيفيتي ولا ما كاش. باسكو يقدر الطفل يكون هو كثير الحركه، ياكل مليح، ياخذ لي فيتامين مليح، بصح الحركه تاعو ما لا تعكس، يعني الحركه تاعو ايجابيه ليست سلبيه، كي تكون حركه غير مضره احنا ما يضرناش. احنا المشكل كي تكون حركه فوق اللازم، باغ اكزومبل الدراري بيناتهم يجروا يطبعوا بيناتهم، هنا اللي يكون التساؤل، يعني يكون في خطر على حياتهم، خطر على خطوره. بعد ما تروح البيديات حنا يجينا كاخصائيين نفسانيين، يجينا افيك اون لاتر دوريونتاسيون بسيكولوج، كي يجيني هنا في هذه الحاله ماذا بيا نسوقفك هنا باش في الاخير نرجع لك تعطينا الحلول ولو تريتمون، يعني واش نقدروا نديروا، هي الاجراءات اللازمه. بالضبط. قبل ما نتكلم معك استاذ لابري، ماذا بيا نتكلم مع الاستاذ حسين بزينه اللي جانا باش يتكلمنا على كانت تفضلت الاستاذه وقالت لنا باللي انت عندك ولدك ايبر اكتيف، حبيتك تحكي لنا التجربه نتاعك، كيفاش عرفتوا باللي هو ايبر اكتيف وكيفاش تعاملتوا مع الوضع هذا، واش راكم ديروا كعلاج باش من بعد نرجعوا لاخصائيين يعطيونا الطرق المثلى. شكرا استاذ، نشكركم على الاستضافه. لما كنت تكلم الاستاذه كنت نرد في الشريط، رجعت كنت تكلم على كي تكونوا تفطروا ويريح معاك من الاولاد. اوكي، واش كنت تكلم هي رديت الشريط كومبلي. احنا لما كان وليدي لما كان رضيع كان يرضع في الليل يرقد يفطن 7 اصبع. احنا تسالنا قلنا واش سر الناس، لا يفطن 7، يعني الليل كومبلي ما يفطنش، ما ينوضش في الليل، ما ينوضش، ما ينوضش، ولينا نخاف ونمسوه. بعد عام ونص تغير نهائيا، ولا كثير الحركه، ما تصورش يتحرك في اي اتجاه تتخيلوه يروح. بعد بدا يمشي، بعد بدا يمشي، ولات كارثه اكثر. كنا نروح نديروا زيارات عائليه، في مره من المرات قالت لي الزوجه هذيك العائله اللي راح نزوروها، قالت لي ماذا بي روح وحدي. قلت لها علاه تروحي وحدك؟ قالت لي الاب تاعهم قال لهم ماذا بيك كي تجي هذيك المره ما تجيبش ولدها معاه. فهمت. هاو طلع راح التلفزيون، هاو دخل من راح اي حاجه يلقاها يمسها. هذا هو بعد عرضتوه على اخصائيين؟ عرضنا على اخصائيين، قال لك راهو في صحه جيده. ايه، والايبر اكتيفيتي صابوها عنده؟ صابوها عنده. واش قالوا لكم ديروا له؟ قال لك دير رياضه. درنا رياضه والو، دخلته المسبح
قلت بالك يعيا يروح والو كي ديتو دار ساعه تقريبا ساعه كي جيت داخل داير لقيت المدرب قلت له راه يتحرك بزاف وكذا قال لي شغلك تكزاجيري قال لي خليه وروح قلت له هاني خليه هو طلق مباشره وراح راح يرمي روحه في البيسين كي يروح في الليل مرقدش 12 تاع الليل باش بدا يعيا كنت مضطر كي نسافر بعد استشار الطبيب قلت له دي نسافر انا سكن في ولايه حدوديه بعيده باش نزور الوالدين كنت مضطر نروح للطبيب نقول له تعطيني منوم ولا حاجه ولا في مره من الاحيان في مره من المرات اعطاني دواء قال لي شرب له غير مغرف وان شاء الله يرقد وان شاء الله لاباس كي زينا خارجين من العاصمه اعطيته هذاك الدواء خمس دقائق بدا يعيا ارقد شحال ارقد رقدت خمس دقائق وفطن عاود فطن 700 كيلو كيفاش حالته في الدراسه؟ في الدراسه كان متحمس باش يروح يقرا ايه كي دخلنا تروا جور بعثوا لنا استدعاء من المدرسه من المعلم يا هو يا احنا المعلمه ما قدرش او هنا ولي لا وش راح ندير والله غالب وليت كي نروح معاه المدرسه هذوك الاولاد ولوا يحبوه تلمو يدير لهم الامبيونس والحركه يحبون انه يديروا وليت المدرسه كاع تعرفوا معروف انا معاه بشويه وعرضته على اخصائي قال لي روحوا معاه بشويه شويه رياضه شويه رياضه وليت نديه المساحات الواسعه تلمو يجري بزاف انا نعيا وهو ما يعياش ونهار اللي يدير رياضه هكذا ولا يمشي برا ولا اسكو يرقد في الليل ما يرقدش المشكل تم ما يرقدش سيرقد شويه متقطع لا كي خلاص باش يرقد يرقد يعني ماشي يرقد وينوض يعني يقعد قاعد حتى يرقد يقعد قاعد لين هو اللي يرقد متاخر ساعات نرقدوا حنا وتجيبني الفطنه نروح نطلع عليه واش راهو يدير واش راهو يدير واش سيبو يدير هي ناخذ احتياطاتي نغلق جميع الابواب اللي فيهم كوزينه اللي فيهم الضرر خلي له غير البيت تاعو البيت تاعو واش يدير اسكو يروح لي فيديو ولا يقرا ولا يكتب ولا يتحرك هاو هنا راهو مع لعبه هاو مع اسكو جربتوا له اللعب اليدويه هذيك حولتوا معاه يعني يحب كنا نجيبوا له الالعاب ما يتولهاش بهم برك يتولها خمس دقائق ولا من بعد يتولها غير شويه يمل غير يعرفها خلاص مره مرات انه وقع لي حادث في الدار انه راح شعل النار جاب واحد الشيفونه شعل النار ودارها تحت الطابله وجا مباشره قال لي بابا راني عيطت لي بومبي راهم جايين انا هو حب يشوف لي بومبي هو حب يشوف رجل الإطفاء هو اي يحب يروح يشوف حب يشوف لي بومبي هو الولد هذا والله في الحقيقه ماهوش خطر على نفسه هو بوكو بليس خطر على الوالدين لما تكون واحد من الوالدين مريض كيما انا عندي زوجه عندها السكر يربي يشفيها ربي يشفيها ان شاء الله ما نقدرش نخليه معاه ايه غير 10 ربع ساعه يطيحها يطيحها السكر ولا يطلع لها السكر لا ربي يكون في العون ربي يكون في العون سي حسين استاذ لابري مادام تكلمنا على المدرسه وعلى المعلمين والمعلمه قالت له عيطوا له داروا له استدعاء قالوا له يا وليدك يا احنا في هذه المدرسه حقيقه الطفل لما يكون كثير النشاط وكثير الحركه وكامل هي المشكل في المدرسه انه ماهوش وحده يعني او يقرا في مجموعه يعني بالمرات راهو يعني يعطل في هذيك المجموعه يعني يدير هذاك ما نسميهش تشويش ولكن نسميه تعطيل يعني تعطيل في الدراسه كامل المعلم لازم ياخذ موقف يا هل ترى في المنظومه التربويه وانتم كمربيين كيفاش تتعاملوا مع هذا الوضع هذا اسكو تخلوه في القسم اسكو تديروا في قسم وحده كيفاش تتعاملوا معه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حقيقة مشكل هذا الطفل الكثير الحركة أو صاحب الحركة المفرطة حقيقة مشكل ولكن مشكل للوالدين مشكل للجميع بالضبط الوالدين للمحيط اللي عايش معاه بالضبط وكذلك في المدرسة هو مشكل ولكن كاين بعض الأولياء ينظروا بعض الناس ينظرون إلى هذا الطفل بأنه غير مربي
بين بالضبط بالضبط هذه يقولوا هذاك شوفوا هذاك الطفل هذاك والديه شوف كيف مخلوه ما رباوش بالضبط بالضبط هذه نظره خاطئه كل بعد هذه نظره خاطئه بالضبط بالضبط اذا لاحظنا اذا شفنا طفل في هذا السن المبكر وكثير الحركه هذا ليس دليل على ان اولياء ما عنده حتى علاقه بالتربيه ما عنده حتى علاقه بالتربيه هو حاله نفسيه قد يولد بها الطفل أحيانا تكون وراثية ونخلي الدكتورة هي اللي ربما أكثر مني علما بهذا الميدان باش إيه؟ باش تنورنا إيه؟ وتنور سي حسين نعم تاني نعم بالك يعني اليوم هو والزوجة تاعو يرقدوا شوية بكري لا لا, لا هذا يعني هذا باش تكون مهني يعني ماهوش ما عنده حتى علاقة بالتربية. ثانيا احنا يجونا في المدارس خاصة في الأطوار الأولى تلقى تلميذ كثير الحركة وهذا يصبح مشكل للمعلم ما يقدرش يقري أولا يعني المعلم نتاعنا ما عندوش تكوين يعني هذا هو بيداغوجي كبير ثانيا ما كاش إمكانيات ووسائل في المدرسة وثالثا المعلم إما يبقى مهتم إلا بهذا ويعييه تعبه ويهمل المجموعة بالضبط. الأخرى إذن مشكل حقيقي في كل مدارسنا ولكن علماء التربية بعد بحوث وكذا لقوا بعض العلاجات يعني بعض الوسائل البيداغوجية اللي لازم نستعملها مع هؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال أول حاجة لازم نديرها في المدرسة هو مراقبته أكثر من الآخرين لأنه يستطيع أن يقوم بأعمال يعني هو خطر على نفسه ولا زملائه يعني نعم لازم مراقبته أكثر لازم نعرف بلي هذا التلميذ مفرط الحركة إذن المراقبة ثم اثناء النشاطات يعني هذا 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 اجراء تربوي بيداغوجي اثناء النشاطات في القسم اي نشاط في القسم حوار عمل جماعي كذا اولا لازم الطفل هذا نقعدوا قدامي نقربوا يعني تقربوا علاش لانه كما قالت الدكتوره انه قليل التركيز بالضبط يخصو التركيز بدي يخصو التركيز انا واش ندير انا نعودوا على التركيز وباش نعودوا على التركيز ما خليش بعيد عليا لازم نقربوا الي هذه واحدة الي والى زملائه هذه واحدة. ثانيا لما نكون فيه نشاط نقوم بثلاث مراحل هذه معروفة عالميا يعني هذه ثلاث مراحل هذه شيء يونيفرسال. المرحلة الاولى لازم هذا التلميذ هذا نقعدوا قدامي ونقول له انظر الي ونشوف العينية يعني نعلمه يركز ماشي نتكلم معه وينظر الى جهة اخرى انا يبقى دائما ماهوش مركز معك انا ألفت انتباهه أشد انتباهه ولكن هذه العملية بالوقت هذه لازم لها 6 شهور 8 شهور يعني لازم عمل مستمر. ثم أعطيه التعليمات اللازمة التعليمات اللازمة بين قوسين قوانين إن صح التعبير التعليمات اللي هذا النشاط لازم نديروه وفق هذه التعليمات واش راح يصرى في أول وهلة ورايح ما راحش يطبقها لأنه كثير النشاط وكذا ما راحش يطبق واش ندير نجي المرحلة الثانية التنبيه او الاعاده نزيد نحكمه والزم نزيد نعود له ما نسكتش عليه لانك اذا سكت تبعه يعني تبعه اذا سكت عليه يقول لك خلاص يعني قال بالضبط. كلام وانا ما درتوش هو هذا حتى في البيت لما تامره بفعل شيء او عدم فعل تبعه. لازم تبقى تكرر تبعه. ذلك حتى تلفت انتباهه ماشي تقول له مره قال لا قال وليدي كثير الحركه خليه هذه لا تبعوه بالعقل. ثالثا المرحله الثالثه اذا تكررت الامور لازم العقاب لكن العقاب دائما اونتر كيمي العقاب ماهوش بالضرب ماهوش بالعنف العقاب اما نخرجوا من الفوت يشعر باللي بالعزله مثلا نخرجوا من الفوت نمنعوا من تلك الالعاب يعني حاجات ثم نعاود نرجعوا في المرحله الاخيره نعاود نرجعوا ونقولوا راني سامحتك باش ما يحش كذلك لازم 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 يعني هذا واش ننجم ندير في المدرسه يعني ما ننجمش ندير اكثر من هذا. أختم بمسألة عشتها أنا كثيرا في المدرسة. أنا لما كنت مسؤول تاع مؤسسة كنا نديرو في كل فصل مجالس الأقسام كل الأساتذة تاع القسم الواحد يجتمعوا على التلاميذ بالضبط ونتكلم عن التلاميذ تلميذا تلميذ تلميذ بالضبط فيما يخص مسار وفيما يخص غير نوصلوا للتلميذ الفلاني إلا وتلقى أستاذة أو أستاذ ولا زوج يا لطيف يعني نقولها كما يا يعني بالعاميه نقول لهم انا رئيس المجلس نقول لهم واش به انا راني عارف وراهم جايين نقول واش به يا شيخ هذا يا قبيح يظل يتحرك مخ
فكنت أقول لهم أرجوكم هذو أولادنا ما راه لا قبيح ولا كذا، إنه تلميذ عادي إلا أنه مصاب بهذه كثير النشاط الإعاقة، ولكن بالعقل أن نستدركوه إن شاء الله نحن وأولياء. وما تقولوا ليش هذا التلميذ يقول لك جن بالضبط خطرش علاش؟ وهذا الأستاذ والأستاذة نفهمه، لأن الأستاذ يعيش معه فصل كامل، ما يخليه يكتب، ما يخليه يشرح، ما يخليه كذا، يعني الأستاذ يتقلق يقول لك كي الحق المجلس راني نواسيه، وأنا تجدوني أدافع عنهم. حتى ذلك التلميذ نوصل التلميذ اللي ينقص في المستوى يجيب 8 على 20، غير نوصله يا لطيف هذاك ما كان والو ما يقرأ ما يدير. أنا هذا كذلك أنا ضد هذه الملاحظات بالضبط. هذه الأحكام بالضبط. مسبقة هذه أحكام قيمة ما ليس ذنبه هذا التلميذ اللي جاب 7 ولا جاب 6 ما راش الذنب نتاعو. فماذا فعلنا نحن بالضبط. ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعل وليه؟ ماذا فعلت أنا كمدير كمفتش؟ إذا أخفق الطفل فأخفقنا. نعم فأخفقنا، فنقول هيا بنا نعرف الأسباب تاع الدنو والمستوى، وهيا بنا في الفصل الثاني نحاول باش نطلع له المستوى. هذه هي احنا وظيفتنا البيداغوجية والتربوية، وهذا هو الهدف من وجودنا هنا. أستاذة هنية مادابية تعطينا رأيك أخصائية، الطفل كثير النشاط، يا هل ترى هل هناك علاج؟ هل هناك تكفل؟ هل هناك تكفل؟ والطفل هذا يا هل ترى دركا فيك لي ريكومونداسيون انترناسيونال وكامل، هذا الطفل هذا يبقى مع المجموعة العادية تاع الأطفال ولا لازم له قسم خاص؟ ولا وهذا الطفل هذا هل ممكن ينجح؟ يعني ممكن كاين علاج باش يولي يركز اكثر وينجح في حياته وفي دراسته؟ نعم استاذ، بون حنا الحاجه الاولى اللي لازم ننتبهوا لينا يعني مع اطفالنا ما لازمش نديروا له ليتيكات هذا سي تاني بار اكتيف، سيغ ماشي الدار اللي نروح ليها ديجا ننبه انا ما نقبلهاش على ابني ما نقول عليه ايباراكتيف ما نحب واحد اخر يقول عليه باش الطفل ما يحطش روحه تحت هذاك المصطلح ويقعد يتمشى. يعني يقول لك انا راني مختلف على الاخرين. فوالا، شغل هما يديروا له الاختلاف ويكلاسيوه في بلاصتو ويكملوا، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هذا الطفل في السن 3 سنوات، حنا ديجا قلنا الوقايه راح تبدا من 3 سنوات باش ما يكونش اني باغ اكتيف. ممكن الوالد هو ما تولاش قبل 3 سنوات واش من الحوايج اللي قدر يديرها ولا ممكن كانت عفويه حتى صرا هذا الطفل عنده هذا الشيء. تقولي بلي وكان اكتشف قبل 3 سنوات كان قادر يدرك الوضع. لان علاش؟ لي باغ اكتيفيتي هي وشن هي؟ هي معامله. معاملة الطفل أم طفل أب. ممكن هذا الطفل كان ما عندوش حدود، لأن الحدود الفاصلة بين العالم الداخلي تاعه والعالم الخارجي بين مثلا هذا الطفل كما قلنا مثلا على مائدة يعرف باللي كي يقعد ما لازمش يتحركوا كامل، هو على باله بها، مي لو كان أشك فيقعد وما نديرولوش هذه الملاحظة ملي كان صغير يقعد يتبع في هذيك العادة. حبيتي تقولي أستاذة بلي الفشوش هو يولي هايبر اكتيفيتي. الفشوش هذيك لا بروتيكسيون الزايدة تؤدي، هي من بين الأسباب التي تؤدي عدم التربية أو نقص في التربية الصالحة. أنا كامل أزواج ولكن وراه الأم الصالحة وراه التربية الصالحة لأننا نحاولوا نتحصلوا عليها. دوك الطفل إذا كان يعني الطفل اللي عاش على مبالاة ما يقولوا له والو، يدير واش يحب، يدير كذا، يدير واش يحب وبعد يتمرد. نولي لك سمحي لي قطعتك أستاذة، احكي لنا على ولدك بين عام ونص حتى 3 سنين، يا هل ترى كنتم مقيدينه؟ يا هل تركتم فشينه؟ بدا بينا نعرفوا هذه النقطه. هي الملاحظه تاع الاستاذه تاع الفشوش هذه إيه؟ انا ويماها العكس تماما. ايه كان عند جده فشاته شويه تذكر هذه هي لا لا لا. كان انا ويماه يخافنا بصح لا لا. عن جده كان عايش ولا شحال واحد 3 موا ولا من اي سنه من اي سن لاي سن؟ من العام للعامين هكذاك في المده هذه. السن اللي يبدا يتحايل فيها هو. دكور 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 فوالا. وثاني شيء الثاني ان الام ان الطفل مثلا في المدرسه كما قال الاستاذ لابغي كي كان يكون تلميذ تقول استاذ هذا تلميذ كثير الحركه الى غير ذلك. يعني الشيء اللي نوجهه للملاحظه اللي نقدر نوجهها للاساتذه تاعنا
انه يعني يتحمل شويه مسؤوليه تاع هذاك الطفل. لازم. وعلاش؟ لاخاطر هو كيعيط للام. الام ما عندهاش نفس الوضعيه، ماهيش استاذ وما عندهاش تلاميذ. وبالمرات الطفل تسيبو ايباراكتيف في البيت، بالك يذلل على مواليه، بصح في القسم وكان يوجد يعني الجو. الرعايه الكافيه والجو الكافي، الجو الكافي، ممكن انه ممكن هذا يكون علاج في حد ذاته. نعم، علاش؟ لان هنا دور الاستاذ هو دور الام. بصح الام تاع المدرسه تختلف عن الام في البيت. بالضبط. الام في البيت عندها ذاتيه وعواطف، لكن الام تاع المدرسه تتعامل معه كما هو كما الاطفال كامل، يعني ما حش يلقى داك الفشوش وما يلقاش هو، واش راح يزيد يدير اكثر. وهذه البير اكتيفيتي اسكو تحبس؟ تحبس. نعم، اسكو تحبس في اي سن؟ باش سي حسين يرجع له شويه الروح. في سن الكومون اللي نقول احنا سن الكومون عند الاخصائي النفساني اللي راح يبدا من 6 الى 8 سنوات الى 9 سنوات. عندنا سن الكومون تاع الطفل وين الغرائز الجنسيه تاعو الى غير ذلك تنخفض، واللي يهتم بالمدرسه، يهتم بالحياه الى غير. هنا نبروفيتي جوستومون كي نشوفوا الطفل بهذا. كاين اللي يقول لك انا وليدي كان قبيح ويزغط، بصح من بعد تكلم وما يعرفش منين. ولكن هذا الجهه هنا دور الجهاز النفسي، ان في سن الكومون كل حاجه تاعو تنخفض. يعني اي سنه ببري يحبس؟ بين 6 سنوات الى 9 سنوات. شوف في عمره دركا؟ 5 سنوات. 5 سنوات مازال فيه. او قريب، او قريب. راهو قريب. او قريب. فوالا. وحنا نشوفوا باغ اكزومبل كي يجيبونا، يجونا الاهل تقول لك انا وليدي ايباغ اكتيف، انا ما قدرتلوش. انا نبداو نديروا معاهم الحصص تاعنا، الفحص النفسي، نلقاو فعلا مشاكل يعني والله العظيم احيانا ما تلومش فيها الطفل. سي لي بارون اونتر بارون. بالضبط بالضبط، انا فهمت. باسكو هما المربيين، لان الطفل يولد وكانت الصفحه البيضاء. بالضبط. باغ اكزومبل الطفل واش دير فيه راح تعاود تلقى، يجي ايباغيت ومن بعد تلقى الام ما عرفتش تتعامل مع هذيك الوضعيه. كما قال الاستاذ، كاين وين عندنا عقاب، كاين وين الطفل تاعك تخزر برك فيه يفهم واش حبيت تقول. ولكن صعب استاذ اليوم، انا شخصيا من خلال ولادنا تحت جناحنا تعلمت بزاف حوايج. نعم. انا نشوف هنا باللي السن اللي الولد قادر يديفلوبي فيه هذه ليبر اكتيفيتي، هذه كثره النشاط، راهو السن وين بالمرات الام راهي وحدها مع وليدها. نعم. والاب كذلك، يعني قلنا من عام حتى 3 سنين يعني راهو في البيت. نعم. يعني ما كانش اللي يساعدك ولا. اذا احنا ماذا بينا من هذا المنبر هذا نقولوا للامهات بين عام وثلاث سنين لازم وليدهم لازم يكون مؤطر، لازم يكون مؤطر. نعم. لازم ما يتفشش، لازم نفشوا في اطار المعقول. يعني مثلا كما قلنا نقولوا ما ديرش هذيك الحاجه، لازم لازم تبقى على هذيك القول، لازم تربي وليدك. نعم. على الممنوع، على المتاح، على. نعم. هذا هو. كاين ايضا وين اطفال باغ اكزومبل لازم نسمعوا الاطفالنا مثلا كي يهضروا معنا، لان الطفل اللي ما تسمعلوش بعد وين راح يكون التمرد؟ انت كي تشوفوا يزغد وكامل هو باش يديرها نقطة انتباه. وثاني بلي راني هنا. من سنة لسنتين ما تعطوهش لجداته وتربيه. الخطر اللي عطيناه لجداته ولا الجدة. دوك حنا لو كانت سمعنا الجدات يعني. انا درت اغنية جدتي سر بسمتي، لان انا ربطني جدتي. اكيد يعني جداتي. عاطفة تاع الجدة ممكن تكون اكثر من الام. نقول فيها برغم كل اكثر حنان، ولكن معليش حتى ورباتو جداتو نحاولوا حنا نعدلوا. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي تحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. دوك هذه الجدة اللي نحبوها. ولكن الجدة ما تدلش بزاف الاولاد، ما تفشيهمش بزاف الدراري. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات هذه. اذا الطفل قبل 3 سنين تما اللي لازم تردوا بالكم عليه، والناس اللي عندهم ولادهم عندهم كثره النشاط ليبر اكتيفيتي ما يفقدوش الامل كما سي حسين. من 7 سنين حتى 9 سنين راح ترتاحوا وتعودوا ترقدوا ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. تفضل تفضل. شوف حتى ندخل واحد التفاؤل للاولياء اللي يعانوا من هذا من هذا الظاهره. شوف انا بدون طريقه علميه وبدون ارتكاز يعني طريقه عمليه والله هذا انا دائما خاصه في الوسط العائلي وكذا حتى نلقى واحد منهم من هذا النوع كثير الحركه مفرط في الحركه تلقاهم كامل مهتمين يقول لك لازم منشغلين بهذا الوسط. انا واش نقول لهم؟ نقول لهم هذا او هذه، خاصه هذا لان الاستاذ بالضبط بالضبط هذا اكثر من هذه. لا الذكور اكثر أكثر, اكثر 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 من البنات في هذا النقطه. انا نقول لهم هذا سيصبح، خاطرهم يخافوا في المستقبل، يقول لك كيفاش عنده 18 و20 سنه يقول لك درك راهو هنا عندي في الدار وكذا مازال نتحكم فيه، ولا من بعد كي يخرج لي للشارع ويروح خلاص هنا كيخافوا الاولياء ما يقولوا ايش ولا كي يحسوها. انا نقول لهم سيصبح من اعقل
ومن أهذب الأشخاص فيما بعد. وحقيقة بالتجربة تبعت قلت لك ما ماهيش من الناحية العلمية، صح بالتجربة والله توجد هذه الولاد. لماذا؟ أظن هذا استنتاج متاعي فقط، أظن أنه أن هذه الطاقة المتزايدة اللي عنده يفرغها كلها في هذا في هذه الفترة هذه. ومن بعد عندما خاصة عندما يصل في سن المراهقة فإنه نعم يتكلم. ودرت تجربة، كان عندي جاري كنا في المؤسسة عنده 3 بنات وعنده طفل واحد، 3 بنات عاقلات وفي المدرسة في التفوق، يعني في التفوق المدرسي في السيتاسيون. هو وبطبيعة الحال كثير الحركة عنده تذبذبات في النتائج المدرسية، لازم ماراهوش كونستون، ماراهوش ثابت، ما عندوش تركيز، ماراهوش ثابت، هذا لازم نعرفوه. كان دائما الوالد تاعو صديقنا كان يخاف عليه وكذا، يقول لي وكان يجي يطلب النصيحة من عندي. نقول له شوف فيما يخص الدراسة كان شوية ناقص، نقول له عنده خواتاته مجتهدات راهم يعاونوه في الدار، يعني ممكن شوية يستدرك. أما تخاف عليه في المستقبل كان يطلع في الشجر، يطلع في السور، يعني يدير حاجات خطيرة. سي حسين يقدر يعطينا، نقول له غير بالعقل كما قال، ولكنك ما تخافش عليه، يستعقل كل ما كبر كل ما استعقل. وجاب البكالوريا وراه في الجامعة ولا بس عليه وهادي ويسوق سيارات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل سي حسين. الأستاذ ذكر لنا شحال تشبه الروح سي حسين. كان يتفائل. الحمد لله الحمد لله. فيما يخص النتائج المدرسية هو متفوق، متفوق من المتفوقين. الحمد لله. عنده مشكل في التلوين. مزروب ما يقدرش، لانه عبالك التلوين فيه في الخطوط لازم يلون داخل الخط، هو مزروب، هو يلون عرضي مباشره. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. اذا كان ولادكم عندهم كثره النشاط ما تفقدوش الامل، رايحين يتعقلوا قبل في حدود 9 سنوات اكثر حد، ولكن لازم تردوا بالكم عليهم كي يكونوا عندهم اقل من 3 سنوات، ولازم تعتني بولادكم، والحوار دائما الحوار الحوار. إذن اتصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، استنونا في الحلقة المقبلة. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننجح.